السلام عليكم. مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت ضد الاتفاق النووي مع إيران. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. صوتت غالبية أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح إجراء غير ملزم في المجلس يعارض الدخول في أي صفقة مع إيران تتطرق فقط إلى الملف النووي وإزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب. والتصويت الذي حصل على 62 صوتا موافقا، بينهم 16 من الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس جو بايدن، مقابل 33 صوتا رافضا، جاء بناء على اقتراح قدمه السناتور الجمهوري جيمس لانفورد كجزء من بحث مجلس الشيوخ في قانون الولايات المتحدة للابتكار والمنافسة الذي يهدف إلى مواجهة الصين. ويوجه الاقتراح أعضاء مجلس الشيوخ الذين يتفاوضون بشأن مشروع قانون النهائي مع مجلس النواب إلى الإصرار على أن التشريع يتضمن لغة تتطلب أي اتفاق أسلحة نووية مع إيران، تتضمن أحكاما تتناول النظام الكامل لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار بما في ذلك الصواريخ والإرهاب والتهرب من العقوبات، ولا يرفع أي عقوبات عن الحرس الثوري الإيراني ولا يلغي تصنيفه إرهابي. وحسب المعلومات تحول الإجراءات إلى محل خلاف في مجلس الشيوخ، حيث حاول بعض الديمقراطيين منع التصويت، إلا أن لانكفورد هدد بعرقلة إجراء مجلس الشيوخ بشأن مشروع القانون ما لم يتضمن التصويت على الإجراء. في الأخير، إذا كنت من المهتم بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.